ركلات البداية وترجع الكرة إلى الحارس. البليهي، هوساوي، بهبري، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. المقهوي، الدوسري، الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة، قوية من سالم الدوسري. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. تلعب الكرة إلى الأمام، المولد يرتكب مخالفة واضحة جدا. المولد، كرة طولية إلى الأمام، شهراني، اندفاع غير عادي من جهة اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، ضغط قوي وينجح في استعادتها. اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. يسعى إلى أن يلعبها داخل المنطقة، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. كرة خطيرة على اليسار، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، بطاقة صفراء مستحقة. حالة من القلق عند اللاعبين لأنه ببساطة زميلهم لا زال ساقط على أرضية الملعب، يشعر بالكثير من الألم. بهبري يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، مهارة كبيرة في الاستلام، يتقدم بقوة بدنية كبيرة. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة بينية، سالم الدوسري، يشتت الكرة، يستعيد الكرة بسرعة، سالم الدوسري يلعب كرة بينية ويلعب العرضية. يلعب الكرة إلى الأمام، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. المقهوي، محمد كانو، يحاول تمريرها من بين المدافعين، فهد المولد صافرات نهاية الشوط الأول. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، المملكة العربية السعودية على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق
الملعب الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. عدت الكرة، شهراني، الدوسري، المقهوي يحاول أن يلعب كرة بينية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. البليهي، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعب كرة بينية، محمد كانو، قوية من كانو، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. سيتم التبديل الآن، تغييرين دفعة واحدة. محمد كانو وأجمل بينية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعب كرة طولية، محمد كانو، ضغط قوي وينجح في استعادتها. لمسة بينية، كرة طويلة للأمام، الفرج، كرة إلى الأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. محسن الغساني، فرصة يلعبها ببراءة. الله، ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين قوية من سالم الدوسري، وينجح في تسجيل الهدف. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. عمان يبحث عن حل من دكة البدلاء، الدفع بلاعبين في وقت واحد. المملكة العربية السعودية يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ حائط دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. كرة من جهة اليمين ويلعبها إلى داخل الثمنتاش، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. انطلاقة من جهة اليمين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وانتهى انتهى انتهى المشوار بعد هذا الأداء الكبير، الأداء الراقي في هذه المباراة. يمكن القول أنهم تقريبا أزالوا الشكوك.